نقدر نقول واحد الكلمه واسمح لي، الفقد والشيء لا يعطي. هاد الناس اللي كيشتروا بهاد الحوايج اللي ما عندهاش علاقه فهمتي، ما عندهاش علاقه بالانسانيه، بزاف د الحوايج كاين الغلط وصافي. شنو فقد والشيء لا يعطي؟ يعني واحد الانسان ما كيف يكتب شي حاجه وكتعاونوا بجيم ولا فهمتيني، ما بزاف والله. احنا جيني في السؤال كنقول لك انا فاقد الشيء لا يعطي، حتى شي ما خدامش صافي. اسمح لي المشاهير اخويا، كاينين شي مشاهير كياخذوا كيتشهروا بمسائل تافهه، مثلا كيعيار ولا شي حاجه، وهذا الشيء ما كيمثلناش حنا كمغاربه فهمتيني. حنا بغينا مثلا شي واحد اللي يتشهر ويكون مثلا قدوه ديالنا ويدير شي حاجه اللي ايجابيه ما تكونش سلبيه، مثلا بحال واحد تيعير مثلا وهادي وكيدير مثلا نسبه المشاهده وكيتخلص مثلا من ما خنقول اشهارات، مثلا كيتخلص من يوتيوب ولا من شي ابليكاسيون ولا شي حاجه. حنا بغينا الناس اللي يكونوا يستاهلوا انهم يديروا شي موضوع ايجابي ونستافدوا منهم كاملين، وكنطلب من المواطنين يساهموا باش ينشروا هذوك الناس اللي يستاهلوا. مثلا باش مي داك بحال دابا شي واحد مثلا داك الدري الصغير اللي كيصاوب لي زابليكاسيون وكيبرمج الحواسيب، هادو محل بحال هاد الدراري هما اللي نقدروا حنا مثلا نساعدوهم ونصوتوا عليهم ونديروا ليهم لي جيم ولي جادوغ ونديروا ليهم نسبه المشاهده ونتانسكريفو معاهم في لي سيت ديالهم. وبالنسبه لهذوك الناس اللي كي عندهم مواضيع تافهه وداك الشيء، راه كنطلب من الجمهور باش يوعى، وزعما الاخوان والمواطنين يوعاو بهذا الشيء ويساهموا ويعاونوا الناس اللي يستاهلوا. اما اللي ما يستاهلش كنديروا لي ديسلايك خويا. كاين واحد النقطه قليل في المغاربه اللي تعرفوها، هو عدم الوعي بعدا هو الاول. تنسمعوا شي حاجه ماشي هي هذيك تنتبعوها، علاش؟ حيت كون كنا واعيين ومثقفين مزيان، اي واحد خرج شي حاجه تافهه ما تصنتوش لها بعدا اصلا. ومن القديم من الاولويات ديال التفاهه هو ماشي واحد اللي بغى يتشهر تيتشهر على ظهر المواطنين المغاربه، حيت المواطنين المغاربه الاغلبيه الساحقه عندهم ودن وحده. بهذه العبره عندهم ودن وحده، تتقول لي شي معنى تيقول لك يصحابها بصح ويا راه ما كاين والو. هذا الشيء باش الناس المشاهير تيتشهروا بالتفاهات ديالهم. اما لا شي واحد دار شي حاجه شي موضوع زوين واخا يكون تافه، عم يكونش باين في ديك التفاهه اللي تضر في القلب ديال البشر، وسهل عليه الله وعطاه الله يسهل عليه. ما نتبعوه ما يتبعني، ولكن خصنا نشوفوا الناس اللي تيجيبوا التفاهات ديال المعقول، بحال بعض المغنيين ولا بعض الممثلين ولا بعض الصحفيين ديال الرياضه ولا ديال كلشي، تيقولوا شي حاجه تيتبعهم الشعب المغربي كامل. علاش؟ حيت الشعب المغربي ما وصلش لذاك الوعي، ذاك النضج الوعي الواعر، ذاك النضج ديال الوعي ما عندناش، قليل. يلا عندنا واحد 50% تقريبا، 50% راه اللي سمعها تيقول لك امين. السلام عليكم. بالنسبه لهاد المشاهد اللي بقينا كنشوفوهم دائما مؤخرا، هما هاد المشاهير اللي كيتشهروا بسبب كلمه اولا جمله قالها واحد اولا. انا ما كنعنيش بشي شخص، بالنسبه لدوك الناس مساكن حتى هما راه بحال هاد الاكس وان ان وان، بحال الناس مساكن وشعبيين ولا الشعب تلقائيين، ما بدا بهم حتى هما يديروا البوز ويدبروا على راسهم بهذا المعنى. ولكن انا لكن ما كيبان ليا وان هذا الشيء ضروري ما تكون وراه شي حاجه، حيت لا يعقل انه واحد قال كلمه تافهه تشهر دار البوز بها دبر على راسه بهذا المعنى، وواحد اخر قال واحد الكلمه اللي هي معقوله وفي الصميم. ما يا اما كان الجزاء ديالو راه واضح بلا ما نهضروا عليه. وبالنسبه راه الاعلام، راه ملي كنشوفوا الاعلام راه الدور ديال الاعلام هذا، الاعلام هو اللي كيهز هو اللي كيحط. الاعلام الى دانا لواحد التيار
راه كنا المغاربه حنايا راك عارف حتى البرنامج التعليمي ديالنا وهادي الاعلام الا مشينا معاه في واحد التيار يقدر يهز بينا الفوق. بغى الاعلام انه يوصلنا للتافه واللي مشهور بحال نيبه بحال مع كامل احتراماتي لهم مساكن هذوك شعبيين ولاد الشعب، ولكن راه الاعلام هذا هو المشكل ديالنا. هو في الاعلام خاص يكون عندنا اعلام حقيقي، اعلام مستقل، اعلام كيوجه الناشئه. كاين الناس اللي الحمد لله كاين الناس اللي تبارك الله بعقلهم راشدين كيبحثوا على راسهم، هادي راه عارفين ما غاديش يمشيو مع اي تيار، ولكن كنشوف البلي بار دابا ديال المغاربه هما واحد النص ديالهم واحد الاغلبيه كاع مراهقين او لا هادي او لا هادي، وغادي يتحكم فيهم الاعلام بشكل كبير. ماذا بينا انه الاعلام يبدا يدير لنا شي وثائق اللي نستافدوا منها كمغاربه، باش برامج اجتماعيه برامج سياسيه يوضحوا للناس شنو واقع في البلاد، شنو خاصنا نديروا، شنو الا بغينا نمشيو للبر الامان. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.